الفترة هذه ما الأكثر يعني، يمكن لو تشوف بيتي القديم بيت الوالد كانت الصور والصور فيه واللوحات أغلبها فنية يعني، أغلبها تنتمي لمدارس حديثة. يمكن أحمد المغلوث لا الله يعطيه طولة العمر والصحة، الفنان أحمد المغلوث يقدر يتكلم بأسهاب لأن رسم أغلب اللوحات. في البيت هذا لا، صارت أغلبها صور ذكريات. يمكن تشوفون صورة هنا لها وعمره 7 سنوات مع أخوه الكبير عمي محمد الله يرحمه، صور الحي دخنة اللي نشأ فيه، مجسم أيضا لدخنة. فكان هنا مر بتغير كان واضح في تفكيره، واضح في شخصيته، الحنين للماضي والاقتراب من النهاية. I think when you come back, and if you haven't been to Alula in the last year, you're going to see a completely different city. You're going to see much more infrastructure in place to accommodate visitors. You're going to see more restaurants and hotels coming online in the next 6 months. We'll add a lot of more, not a lot of new experiences. But what we're trying to do is keep it authentic, keep it real, protect and preserve the local community, protect and preserve the environment and the heritage site so that everything we do is done sustainably to support this destiny. صراحة اليوم استأنسنا، طلعنا من الظهر وانبسطنا وشوينا وصورنا، فعلا جو ربيع الشمال غير. لما نطلع للبر احنا كرحلة بنات منها، لما نحط الجلسة ونجلس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مشاهدينا ومستمعينا عبر الأثير ومتابعينا في كل مكان. حلقة جديدة من MBC في أسبوع، حلقة جديدة. أهلا وسهلا فيك يا علي، ويا أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ومستمعينا. ساعتان من الوقت رح نقضيها مع بعض إن شاء الله، ورح تكون مليئة بالأخبار والفقرات المنوعة. وكالعادة بدايتنا بالعناوين. الإرهاق، ألام المفاصل والعضلات، وضيق التنفس، أثار جانبية طويلة الأمد تلازم بعض المتعافين من كورونا، نتعرف عليها بعد قليل. أكثر من ربع قرن وأم سعود تعمل كخطابة رسمية، نتعرف اليوم عليها وعلى تفاصيل هالمهنة وأغرب المواقف فيها. تم تصنيفها كأفضل عمل أدبي تم إصداره خلال 50 عام، وفازت بجوائز عريقة أهمها جائزة البوكر لعام 1992. رواية المريض الإنجليزي للكاتب مايكل أونداتشي تحولت لعمل سينمائي حصد 9 جوائز أوسكار. تفاصيل أكثر حول كتاب الشهر نتعرف عليها في فقرة الثقافة والفنون. ونتابع أيضا في هذه الحلقة مع أوسكار الرياضة رجل من جيل الرواد، الكاتب الصحفي وعضو الشرف الاتحادي مدني رحيمي، يتحدث لنا اليوم عن أوضاعه الشخصية ويحلل لنا أوضاع العميد.